اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع راية هذا الدين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم احفظ علينا بلادنا، واحفظ ولاة أمرنا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في الأوطان والدول، وأصلح ووفق ولاة الأمور. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا ولاة أمرنا وأمرنا بشر فاجعل كيده في نحره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونستعيذك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجالة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وسعة الشقاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأصداء. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل خير والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار. اللهم إنا ظننا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. اللهم حرم هذا الجمع المبارك على النار، اللهم حرم هذا الجمع المبارك على النار، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقض ديونهم، اللهم اقض ديونهم، اللهم فرج همومهم، اللهم نفس كروبهم يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. الله يعلم.